السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بالجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. تطورات جديدة في قضية أشرف حكيمي وزوجته تكشف عن مفاجأة بشأن علاقتهما. في اليوم العالمي للمرأة، غيث العلاكي توجه رسالة لسعد المجرد بصوت شيرين عبد الوهاب. حفلة على أنغام الشيشة في مقهى في طنجة تتحول إلى وقفة احتجاجية ضد عزيز أخنوش بقيادة عادل الميلودي. كوثر بودراجة، طالما لا نتساوى في الإرث مع الذكور لن نحتفل بالثامن من مارس. قاضروف يوجه رسالة لسارقي حصانه ويكشف سعرها. تحدثت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة في قضية اللاعب الدولي أشرف حكيمي بعد سرد شهادات جيرانه ومعارفه. وحسب ذات التقارير التي اطلعت عليها قناتنا، فإن جيران حكيمي ومعارفه متأكدون من براءته، كما كذلك يستبعدون وقوع الدولي المغربي في مثل هذه الزلات. ويواجه الدولي المغربي أشرف حكيمي مشكلة بعد اتهام فتاة بالاعتداء عليها، مما دفع صديق لحكيمي إلى القول بأن ما حدث يعتبر أمر مدبر. وأوضح التقرير أن صديق حكيمي وجيرانه يثقون في البراءة وأن حكيمي لم يفعل ذلك. زوجة أشرف حكيمي هبة عبوك تفجر مفاجأة بشأن علاقتهما. من جانبها، فجرت الممثلة الإسبانية من أصول تونسية هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان مفاجأة بعد تأكيد خبر تسريعها لإجراءات الانفصال بعد التهم الموجهة لزوجها. وأوضحت مصادر مقربة من هبة عبوك التي تكبر أشرف حكيمي بخمس سنوات أن الأخير كانت دائما تعتبر حب حكيمي لها مزيف وأنه لا يريد الاستمرار معها. هبة عبوك كشفت في حديثها لمقربين منها أن حكيمي بعيد عن حبها ولا يهتم بها أو يغار عليها، وكأنه يريد التخلص من علاقتهما، بيد أن الطفلين فقط هما من كان يمنعانه من الفراق. حري بالذكر أن الممثلة الإسبانية هبة عبوك لم تظهر مع زوجها في المناسبات والاحتفالات، وهذا أكبر دليل على الانفصال منذ شهور. ومن جانبها، اتهمت الفتاة الفرنسية اللاعب أشرف حكيمي بتهمة اغتصابها والاعتداء عليها جنسيا في ليلة السبت في 25 من شهر فبراير الجاري، وذلك أثناء تواجدها في منزله، حيث قالت أن الأمر خرج عن السيطرة عندما حاول حكيمي الاعتداء عليها واقترب منها ونزع ثيابها، لكنها نجحت في التخلص منه حيث ركلته بقدمها. وبعدها طلبت الفتاة من أحد أصدقائها القدوم إليها لينقلها من منزل أشرف حكيمي حسب رواية الفتاة. وجهت زوجة الفنان المغربي سعد المجرد رسالة دعم ومحبة في اليوم العالمي للمرأة، وأرفقت رسالتها التي نشرتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بأغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب حب جنة. ووجهت العلاكي كلمات رسالتها وقالت: السبب الوحيد الذي يجعلني أسمي نفسي قوية اليوم هو أنني لدي رجل مثلك، أن تحبني وتعتني بي كان اختيار قضاء بقية حياتي معك، هو أفضل قرار اتخذته على الإطلاق، أنت سعادتي دائما، مكاني السعيد دائما وأبدا، وكتفي الذي يمكنني أن أتكئ عليها أنت كل شيء لدي. وأضافت: اليوم هو يوم المرأة، لذا أود أن أتوقف لحظة لأشكر الرجل الذي يجعلني أشعر بالحب والحماية والاعتزاز والاحترام والتقدير والأسعد منهم جميعا. وقدمت غيث العلاكي شكرها لزوجها لكونه نعمة في حياتها وقالت: شكرا لك على إعطائي جنة على الأرض، شكرا لكونك نعمة في حياتي وفي حبك ما يستحق القتال لأجله، بصحتك حب حياتي. علاقة غيتا وسعد المجرد ظلت علاقة صداقة قوية قبل زواجهم لأعوام عدة، حيث ظلت الداعم القوي وراء أزمته منذ بدايتها، وهي أول من اتصل بها وأخبرها بتلك القضية بعد أن ألقي القبض عليه بتهمة الاغتصاب، حيث طلب المجرد من غيتا أن تبلغ أسرته بهذا الأمر، حيث لم يستطع المجرد أن يتحدث مع أهله مباشرة ويخبرهم حقيقة الأمر والسبب الذي سجن لأجله، فاختار رفيقة دربه لتخبرهم بذلك الأمر. وقدم سعد المجرد استئناف الحكم الصادر ضده في 27 من فبراير بعد أن أصدرت المحكمة حكمها ضده بالسجن
لست سنوات بتهمة ارتكاب جريمة الاغتصاب في حق فتاة فرنسية تدعى لورا بريول. وكشفت بعض المصادر المقربة من النجم المغربي بأن المجرد محجوز في سجن لا سانتي بباريس في زنزانة انفرادية، ويقع السجن في شرق مونباغناس بفرنسا. وأوضح ذات المصدر أن سعد المجرد يتحدث مع زوجته غيتا العلاكي ومع محاميه يوميا، ويسمح لهم بزيارته بشكل مستمر. وقال ذات المصدر عن الحالة النفسية للمطرب المغربي بأنه لم يضعف منذ النطق بالحكم، بل حافظ على معنوياته ويقضي أيامه في الصلاة وقراءة القرآن، وهو مقتنع ببراءته، لذلك فإنه ينتظر مرحلة الاستئناف. تسبب مقطع فيديو منتشر على منصات التواصل الاجتماعي بجدل كبير بعدما أظهر المغني عادل الميلودي يوجه الشتائم لرئيس الحكومة عزيز خنوج رفقة جمهوره داخل إحدى المقاهي. الفيديو ورغم قيام ناشري الأصلي بحذفها، إلا أنه انتشر بسرعة وتسبب في تدخل السلطات للتحقيق في الواقعة، ليتبين بأن الأمر يتعلق بحفلة نظمت بمدينة طنجة شهر فبراير الماضي. الحفلة نظمت في مقهى غوانتانامير وسط مدينة طنجة بتاريخ 22 فبراير 2023 وفق إعلان رسمي نشر بهذا الخصوص. ويبدو أن أجواء ارتفاع الأسعار والاحتجاجات التي أثرت على الحاضرين في الحفلة، إذ وبعد تناول الشيشة والمشروبات والرقص على الأنغام المزعجة، قرروا التصعيد بتنظيم احتجاج على رئيس الحكومة عزيز أخنوش. المحتفلون برفقة المغني رددوا عبارات مسيئة تجاه رئيس الحكومة، ما تسبب في تحرك رسمي لإعادة النظام خلال الأيام الماضية. ورغم انتشار المقطع، لم يصدر عن المغني عادل الميلودي أو المقهى الذي احتضن الحفل أي توضيحات. أثارت الإعلامية والفنانة المغربية كوثر بودراجة جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها تدوينة حول الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وفي هذا الصدد كشفت بودراجة أنها لن تحتفل بهذه المناسبة على إثر مجموعة من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، سواء في حقوقها القانونية أو الفكرية أو المجتمعية. وقالت بودراجة: ما دمنا نسمح بتزويج الطفلات، وما دام القانون لا يعطي النساء حق الولاية الشرعية على أطفالهن، وطالما لا نتساوى نحن النساء في الإرث مع الذكور وليس لدينا الحق في التصرف في أجسادنا وتفكيرنا، وما دمنا نتعرض للاغتصاب والعنف دون ردع للمجرمين، لن نحتفل بالثامن من مارس وسنستمر في نضالنا. هذا وقد تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة الإعلامية المغربية، وكذا تداولها على نطاق واسع من طرف بعض الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة. كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قاديروف سعر حصانه المسمى زازو، والذي تعرض قبل أيام للسرقة في جمهورية التشيك. وفي وقت سابق ذكرت تقارير محلية أن حصانا تبلغ قيمته نحو 18,000 دولار اختطف من إسطبل في قرية كرابيتشيتي، وتبين في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بزازو الذي يملكه قاديروف. ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن قاديروف قولها على حسابه في التليجرام: كيف حصل الأمر؟ هل كانوا يحتفظون به في مزرعة نائية حتى تمكن السارقون من اصطحابها بهذه السهولة؟ أين الحراس؟ أين الشرطة الشجاعة التي تملك أساليب تحري فعالة ومتقدمة؟ وأضاف: في شيشان يمكنك ترك السيارة مفتوحة ليلا، لكن في جمهورية التشيك يمكن لأي شخص بسهولة إخراج حصان من الحظيرة. وأوضح قاديروف أن الشرطة التشيكية لم تكتشف السرقة إلا بعد مرور عدة أيام، وتابع: الحصان مدرج في قائمة العقوبات لعام 2014، وكان أول ضحية للقيود المفروضة على قاديروف وعائلته وفريقها. ووجه قاديروف فيما يشبه رسالة إلى الخاطفين من أجل الاعتناء بالحصان، وقال قاديروف: قيمة زازو لا تقل عن 10 ملايين دولار، مطالبا الخاطفين بعدم التقليل من قيمته والاهتمام به ورعايته جيدا. وأوضح أنه تعمد الإفصاح عن قيمة هذا الحصان حتى لا يسيء السارقون معاملتها. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.